Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi everybody, how you doing? This is Ahmed Ali talking to you from online English. Assalamu alaikum يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد علي من قناه اونلاين انجلش. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده معانا ليفل 0. This is online English طبعا. And this is session 15, session رقم 15. والنهارده vocabulary هناخد كلمات لـ level 0. Let's go ahead and get started. الناس اللي أول مرة يشرفوني في القناة، محتاج من حضراتكم إنكم تروحوا لقوائم التشغيل وتشوفوا إذا كان حضراتكم level 0 أو level 1 أو 2 أو whatever your English level is. So خشوا على قوائم التشغيل وشوفوا المستوى بتاعكم وادخلوا في القائمة أو في السلسلة المناسبة للمستوى الإنجليش بتاعكم. في حاجة كمان، لما تلاقوني بقول repeat after me، repeat after me يعني قول ورايا، repeat after me يعني قول ورايا. So let's go ahead and get started. طبعا كل كلمة بنعرف ال part of speech بتاعها. كل الكلام ده الناس اللي متابعيني على القناة بتاعتي، قناة اونلاين انجلش، عارفين الكلام ده. ولكن الناس اللي اول مره تشرفني يشرفني طبعا ويشرفوني، يشرفوا القناه عندي. Let's go ahead and get started. لما تلاقوني بقول repeat after me يبقى لازم تقول ورايا. So اول كلمه بقى عشان طولت عليكم النهارده، building building building. اوكي، وما تعملش ستريس على الاي ان جي، ما تقولش building عشان building غلط، لازم نقول building. اوكي، building. Alright. يبقى building ده is a noun، ده اسم. اعتقد انه ان شاء الله النهارده كل الكلمات اللي هناخدها النهارده يا جماعه كلها اسماء مش افعال ومش صفات. ف that's a tall building. That's a tall building. Building يعني مبنى. Building يعني مبنى. So that's a tall building. Building يعني مبنى. So هذا مبنى شاهق، مبنى كبير يعني. I will build the building. سأبني المبنى. يلا نروح للكلمه اللي بعديها. House. 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 Repeat after me. House. طيب house يعني منزل، البيت ده اسمه house. So I have a house. I have a house يعني أنا عندي منزل. I own my house. أنا أملك منزل. I own my house. أوكي، يلا نروح للكلمة اللي بعديها يا جماعة. وزي ما احنا شايفينه كده، طبعا ده kitchen أو home. يلا شباب ورايا. home home. repeat after me. home home. okay. I have a home يعني أنا عندي، لدي منزل. we I feel relaxed at home. I have a home، لدي منزل. we I feel relaxed at home. أشعر بالراحة في المنزل. I أنا feel أشعر بالراحة. relaxed at home أنا بشعر بالراحة في المنزل. This is an apartment. 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 Apartment يا جماعة يعني شقة. I have an apartment. I have an apartment. أنا لدي شقة أو عندي شقة يعني. She has an apartment يعني لديها شقة. She has an apartment يعني لديها شقة. أو أنا I have و she has. Apartment يعني شقة. American English بيقولوا apartment و British بيقولوا flat. نروح للي بعده. This is floor. Floor. Repeat after me. Floor. Floor. Okay. I live on the first floor. I live on the first floor. Floor يعني اللي هو ده، اللي هو الأرضية يعني. الأرضية دي اسمها floor. هنا بقى الإكزامبل بيقول I live on the first floor يعني أنا أعيش بالطابق الأول. يعني ده معناه يا جماعة إنه floor ليها معنيين. floor اللي هو ده، اللي هو ده ده يعني ده اسمه floor، الأرضية يعني كده. و اللي هو زي كده مثلا I will clean the floor. I will clean the floor يعني هنضف الأرضية. ولما أقول لك I live on the first floor، first floor هنا on the first floor يعني الطابق الأول. الطابق الأول. يلا نروح للي بعده.
ground floor. Repeat after me. Ground floor. Ground floor. Ground floor. Ground floor يا جماعة is a noun, and ground floor ده يعني he lives on the ground floor, يعني يسكن بالطابق الأرضي. Ground floor بالأمريكان English اسمها ground floor, يعني الطابق الأرضي. Ground floor. They have an apartment. They have an apartment on the ground floor. They have an apartment on the ground floor. لديهم شقة في الطابق الأرضي. يلا نروح للي بعده. Door. 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 ماشي. Door يعني باب طبعا. I will open the door يعني هفتح الباب. I will close. I will close the door يعني هقفل الباب. I will سوف أنا سوف open the door أفتح الباب. سوف أفتح الباب أو سوف أغلق الباب. أكيد طبعاً إن ده window. 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 Window is a noun. Window is a noun. I will open the window. يعني هفتح الويندو الشباك يعني. Window يعني شباك. I will open the window. سأفتح الشباك. I will open the window. I will close the window. يعني سأغلق النافذة. I will close the window. I will close the window. Wall. 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 Wall is a noun. Wall ده بيقولك هنا I built the wall. لقد بنيت الجدار. Wall يعني الحيطة. حيطة يعني wall. I built the wall ده في الماضي. I built the wall. أنا بنيت الحيطة أو الجدار. I will build the wall. I will build the wall. يعني سأبني بقى الحيطة. ها لسه هبني الحيطة. يعني واحد منهم في الماضي واحد منهم في الفيوتشر. Stairway. 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 Okay. I will take the stairway to go down. I will take the stairway to go down. يعني stairway يعني الدرج. سلالم يعني. The stairway is crowded. يعني في ناس كتير على الستيرواي. في الدرج مستحم. يعني سلالم. سلم يعني سلم مستحم. Room. 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 Room يعني غرفة طبعا زي ما احنا عارفين. I have two rooms in my house. I have two rooms in my house. يعني لدي غرفتان في منزلي. I will paint my room. يعني سوف أدهن غرفتي. يعني هدهن الغرفة بتاعتي. فبنقول I will paint. I will paint my room. أنا سوف أدهن غرفتي. Ceiling. 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 Alright. I will paint the ceiling. Ceiling يعني السقف. Ceiling يعني السقف. I will paint the ceiling. يعني هدهن السقف. أنا سوف أدهن السقف. Ceiling يعني السقف. I can't touch the wall. 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 يعني لا أستطيع أن ألمس السقف. Next, let's go to طبعا دي living room. Living room. Living room. ما تعملش stress على ing. وزي ما اتفقنا ان كل الكلمات السيشن دي يا جماعة الكلمات كلها nouns يعني أسماء مش أفعال ومش صفات. Living room اللي هي غرفة المعيشة. I will watch TV in the living room. I will watch TV in the living room. سأشاهد التلفاز في غرفة المعيشة. I will stay in the living room. I will stay in the living room. يعني هستنى في أو سأبقى في غرفة المعيشة. Dining room. Dining room. Dining room.
وعلى فكرة دي اسمها dining table، دي اسمها dining table، الأوضة دي اسمها dining room، table دي اللي هي السفرة يعني اسمها dining table. dining room الأوضة اللي هي بنتعشى فيها يعني، دي اسمها dining room. I will have dinner in the dining room. I will have dinner in the dining room يعني هتعشى في غرفة الطعام. I will wait in the dining room. I will wait in the dining room. I will wait in the dining room. يعني سأنتظر في غرفة الطعام. Kitchen. 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 وزي ما اتفقنا انه الكلمات كلها النهاردة نونز. My mother cooks in the kitchen. My mother cooks in the kitchen. يعني أمي تطبخ في المطبخ. Kitchen يعني طبعا المطبخ. My father paints the kitchen. يعني والدي يدهن المطبخ. My father paints the kitchen. Paints يعني يدهن، يعني يدهن. Alright, so that's the end of today's video. Thank you so much for watching. That's the end of today's episode. This is Ahmed Ali and talking to you from Online English. If you please subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook, on my Facebook page, English 123 Online 123 English. You will find these links in the description down below. Please follow and comment and like, subscribe to my YouTube channel. Please support me so I can continue doing what I'm doing. كان معكم أحمد علي من Online English. لو لسه ما عملتوش subscription to my YouTube channel، لسه مشتركتوش في القناة، please اشتركوا في القناة واعملوا لي follow على الفيسبوك بيج بتاعتي اسمها Online 123 English. Online 123 English، وهتلاقوا اللينكس في الديسكريبشن تحت. Thank you so much for watching. كان معكم أحمد علي من Online English، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.